بسم الله الرحمن الرحيم. انطلق الشوط التاسع في هذه اللحظات، انطلق شوط الأبكار، آخر شوط للأبكار في هذا الصباح. ما شاء الله، تبقى شوط واحد عن نهاية سباقات صباحي هذا اليوم. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه السباقات الجميلة والمنافسات القوية. هذا الشوط إذن يحوي مجموعة وعددية مقدرة من الأبكار المتميزات، من الأبكار الجميلات. شوفوا هذه المنافسة، شوفوا هذا التحدي. أشوف المركز الأول محبة، سليم بسعيد بن محمد الكتبي على المركز الأول على صدارة هذا الشوط، الشامية على المركز الثاني، حمد بن عوض بن مصبح الكتبي المركز الثالث، غي لعبد الله بن علي بن سلطان المسافري. أشوف المركز الرابع القادمة متوكلة لسيد حمد بن سالم بن شرارة الكتبي أبو علي، والمركز الخامس هنالك حشيمة سيد بن جعفر بن سهيل بن مرخان. هذه النتيجة متابعين الكرام حتى هذه اللحظات، نتيجة المراكز المتقدمة في هذا الشوط، في شوطنا التاسع. ما شاء الله تبارك الله، ولكن هنا أيضا أسماء وشعارات أخرى قادمة تشارك في هذا الشوط، كأغادير لخالد بن عبيد بن خليفة الشوين القادمة في هذا الشوط. ولكن ننطلق إلى المقدمة، ننطلق إلى المركز الأول. هنالك تغييرات طرأت على المقدمة مع محبة، سليم بسعيد بن محمد بن سليم على المركز الأول على الصدارة بفارق بسيط من المركز الثاني، غيل عبد الله بن علي بن سلطان المسافري. وأشوف المركز الثالث هنالك حشيمة سيف بن جعفر بن سهيل بن مرخان على المركز الثالث، والمركز الرابع القادم الشامية حمد بن عوض بن مصبح الكتبي المركز الخامس. ما شاء الله، هذه التي دخلت في هذه اللحظات الطيارة لراشد بن مهير بن سعيد بالعامري الكتبي. هذه النتيجة متابعين الكرام حتى هذه اللحظات، نتيجة التحدي لهذا الشوط، نتيجة المنافسة القوية. ما شاء الله تبارك الله، شوفوا التغييرات، شوفوا الإصرار القوي من شعارات أبناء القبائل. شعار سالم بن خلفان بن حمد الحافري أو راشد بن خلفان بن حمد الحافري يقدم لنا شودة تدخل إلى هذه المعمعة، تدخل إلى هذه المعركة. ولكن هنا المركز الأول الصدارة شعار راشد بن مهير بالعامري مع الطيارة التي حلت في المركز الأول. شعار أيضا راشد بن خلفان بن حمد الحافري مع شودة على المركز الثاني وهي تتسلل إلى المركز الأول. ما شاء الله يا الحافري. ولكن المركز الثاني هنالك محبة، سليم بسعيد بن محمد بن سليم المركز الثالث، الثالثة الطيارة لراشد بن مهير بالعامري. المركز الرابع وين؟ المركز الرابع هنالك أيضا غيل عبد الله بن علي بن سلطان المسافري. ولكن هنا على المركز الأول شودة يا الحافري، شودة على المركز الأول. محمد بن خلفان بن حمد الحافري التي أيضا احتلت المركز الأول. ما شاء الله، يلا يا أبو جاسم، يلا يا أبو خلفان، خلك على المركز الأول رقم واحد، وإنت رقم واحد وفي مدرج رقم واحد وتحمل علم للإمارات، علم الإمارات. الله 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 الله، ما شاء الله تبارك الله. شعار بالعامري قادم وشعار بن سليم قادم، ولكن خلاص الحافري يقول لكم باي باي، يقول لكم مع السلامة على المركز الأول. 400 متر، 300 متر، 200 متر، ما شاء الله. هذه شودة متابعين الكرام. محمد بن خلفان بن حمد الحافري أحد الأبطال المتوجين في هذا الصباح، بالعامري قادم مع الطيارة وحركت محركاتها. يا الحافري دير بالك من اللحظة الأخيرة، ولكن خلاص ما في خطورة على شودة على هذا الاسم الكبير، على هذا الاسم العملاق. تهانينا والناموس لمحمد بن خلفان بن حمد الحافري على فوز شودة في المركز الأول. هذه لحظات فوزها بالناموس. المركز الثاني الطيارة لراشد بن مهير بن سعيد بالعامري، والمركز الثالث حلت فيه محبة لسعيد بن
أو سليم بن سعيد بن محمد بن سليم، 4:40 و94 جزءا من الثانية هو توقيت شودة. تهانينا وناموس لمحمد بن خلفان بن حمد الحافري، تهانينا وناموس لكل الفائزين.